هلو حبيب كرم، كيف والله بخير ان شاء الله. كيف تبي تبدا تشوفيها معنا اليوم؟ حاضنه جديده نزلت مع اللام جن ونوتو. ليك حبيبي مثل ما انتم شايفين راح ندخل على الحاضنه ونشوف شو في ما في ونشوف الاوضاع شلون وجن ونوتو حبيبي والله. اوكي حبيبي مثل ما انتم شايفين عندنا الحاضنه متواجده امامنا شباب حزب الاشعال الحرب. بس ولكن قبل كل شيء شباب لا تنسوا تصلوا الحبيب الصلاه والسلام، لا تنسوا بلايكات وشيرات وليتس جو شباب. نبلش حبيبي الكرام، عندي هون انا 46 حجر اوكي، وهي هي الحاضنه شباب. نشوف مع بعض الاسكنات حبايبي الكرام. طبعا الحاضنه شباب شفتها انا من سيرفرات ثانيه لما من يوم ما نزل الكريمنال شباب انتظر كمان بالسيرفر مننا معنا. اوكي انا هون حزبه الاشتعال الحرباء. اوكي حلو، عندنا سكن اخضر باللوز. عندنا هون كمان حزبه الحرباء الفضائي. الصراحه يعني شباب دائما انا بالنسبه لي شباب دائما السكنات الاولى بتكون دائما باللوز حبايبي. اوكي سو الان شباب مثل ما انتم شايفين عندنا هون 11 بطاقه باللوز. ولكن قبل كل شيء شباب الحلوين شباب انا طبعا انا نسيان شيء كثير مهم شباب، اللي هو كان متجر التخفيضات معلم. متجر الغابة شباب انا ما نشوف حد زعل. اوه نو 82 معلم ايش باللوز. ندخل هذا المتجر شباب نشوف شو في ما فيه. الصراحه انا ما شفت شو ما في فيه. اوكي لايك شباب ما راح اطول على السريع، راح نحرق جد جد معلم هيك على الخفيف اللطيف. ناخذ هذا الكتعنا ونشوف شو بطاقات. بطاقات بيهمونا اهم شيء شباب دائما بكل متجر، بيهمني دائما البطاقات حبيبي. اوه في رومات، ناخذ الرومات باللوز. شوفي هون اسلحه مدمومه مهمات بالنسبه لنا شباب. رومات تم بدنا بطاقات. حاضر معلم، حاضر معلم. اوه في شارات لازم ناخذ معلم، شارات خفيفات عادي باللوز. ونجيب هذا السكين شباب نخليه على جنب باللوز، هي سكين البنت تمام. واعتقد هون جبنا اهم شيء. اها في بطاقات حاضر 20 بس دايم برو. عندنا هون كمان بطاقات هون باللوز تمام. اعتقد هون جبنا كل شيء شباب، شوينا شوي الوضع. اوكي عندنا بطاقه تغيير اسم كمان بيلزموني شباب، دائما بتعرفوا دائما بغير اسمي وعمل مقالب والى اخره. ومجيب سكن المتجر الغامض باللوز يعني نشوف الوضع. بس هون يعني وين كنت مختفي بالكاميرا معلم حبيبي والله. انا رجعت لهون، نجي من هون، نجي من هون وندخل على الحدث اللي هو الحاضنه يا اساطير. هي بتكون صار معنا 31 بطاقه شباب. نشوف حظنا معلم الشباب بدنا بناقنع يعني الصراحه، يعني بهمني شباب هذه الحاضنه بدي اقنع معلم. اعطوني اقناع، اعطوني اقناع والله. الظاهر شباب راح يعطوني اقناع الشباب. حلو حلو، هي اول قناع شباب، هيك بكون حصلنا على اول قناع ليديز اند جنتلمان. خلينا نشوف القناع الثاني شباب، بيطلع قناع ثاني ولا لا؟ يلا بلو بربك بلو قناع بلو علي. وهيك جبنا القناع الثاني شباب. خلينا بس ندخل نشوف ما لاحظت، ما ركزت على الاشياء المستلزمه. طبعا شباب انا بيهمني شباب لازمني 5 اقنعة من هون و3 اقنعة من هون. اوكي يعني اشي باللوز، يعني المهم شباب لازم اجمع 8 اقنعة عشان نحصل على كل السكنات واشي حبيبي والله. يلا ده شباب 320 جوهر عشان نبلش نضرب الجواهر. بس بربك لو اعطونا اقنعه ولو وي احلى قناع ثاني. حلو الوضع لحد الان شباب اشي باللوز، هيك بكون امنا السكن هذا شباب باللوز. اوكي وراح نكمل، راح نكمل يا شباب. شو راح يطلع تحت قناع غير حبك؟ قناع ولو قناع ولو قناع يا سلمي قناع يا سلمي. ما بيطلع لنا القناع يا جماعه، ما بده يطلع القناع. والحل ما اعرف الصراحه الحل شو، ما في حل. انت وحظك يابا. ويلي ويلي لا لا يا زلمه اعطوني انا ما بدي احجار. انا اوه انا بدي احجار، ما بدي معلم احجار، ما بدي يا جماعه احجار، ما بدي يا اخوان. يا اخي والله الحاضن بلش تجنني يا اخوان، بلش 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 بلشت الحاضن تجنني يا جماعه. الوضع مو باللوز، ها الوضع بلش يصير مو باللوز يا جماعه. انا بعرف حظي معلم. اها هاي احلى قناع باللوز. كيفو هيك صار عندنا 4 اقنعة شباب، بقينا 4 اقنعة 4 اقنعة معلم. وان شاء الله يكون الوضع باللوز. اقنع يسعد دينك، اقنع وحجر. حلو حلو الامور طيبه، امور باللوز حلو تمام. يلا كمان اقنع معلم باللوز بليز، اقنع بليز اقنع. والله انا بعرف معلم الحظ مو باللوز. حجر مره ثانيه يا اخي يا جماعه، والله ما بدي احجر، عندي 50 حجر مثل ما انتم شايفين، ما بدي احجر. اعطوني اقنع بس، انا بدي اقنع معلم، اقنع معلم، اقنع معلم. يا اخي والله جننت الحاضنة يا جماعه يا اخي. يلا ولو طب يعني شو ما فهموا يا جماعه، ليش حظي بيض انا؟ يعني في هون 3 هون 1 وهون في 3 مكان اقنع، يعني ليش دائما بيطلع لي هذول الاشياء التعبانه؟ يعني والله شيء مو طبيعي. نروح يلا اشقنع ان شاء الله حجر. يا اخي والله ما بدي احجر، لا تعطوني احجر يا اخوان. يا الو الو يلا اقنع، هي اقنع، هي اقنع. الوضع هيك معلم مو باللوز يا اخوان، الوضع هيك ما راح يكون باللوز يا جماعه، الوضع هيك مو باللوز. ها ها هيك وضع صار باللوز. حلو قناع
يلا ان شاء الله قناع ثاني باللوز. يلا هو ده نبدا نطلع قناع. خلاص خلاص معلم خلاص يا اخي يا اخي يا اخي. انا يا جماعه بدي اقنع يا جماعه اوكي. انا بدي اقنع يا جماعه، ما بدي شيء ثاني، فهمتوا علي شلون؟ يعني انا بدي اقنع، ما في تعطوني شيء ثاني، انا بدي اقنع خيو. اعطوني اقنع الله يسعدك يا الله. قناع برو قناع يا زلمه. ابدا اعطيني قناع يا جماعه ويلي. ول 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 يلا هي هي خمس بطاقات معلم عجب. والله يا جماعه الوضع مو باللص الصراحه يعني. نجي لهون بام كذا قناع ان شاء الله. عجب مره ثانيه يا اخي ما بدي احجر الله يخليك. حجر ما بدي يا برو. يا زلمي يا زلمي يا زلمي يا زلمي. وال 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 هاي احلى قناع معلم باللوس. حلو هاي صار معنا 7 اقنعه شباب. بس ولك يا شباب رح نعمل تكتيك الافعى يا اساطير اللي هو كالتالي. عندنا 7 اقنعه من هون، وعندنا شباب نقدر نحصل على هاي عن طريق الشحن 150 جوهر. هيك شباب رح نشحن 100 جوهر وباللوز. اوكي حبيبي الان رح نضل نزور الجوهر لحتى يصلوا لنا الشباب الحلوين مثل ما انتم شايفين. الان رح نبلش شباب الناس تبدل الاوضاع. طولوا بالكم علينا، رح نبلش اول شيء يا معلم بهذا اللون ال هذا اللون. اوكي ندخل مع بعض شباب نبلش اول واحد، فهمتوا علي شلون؟ يعني نجرب معلم مع بعض ونفتحهم ونجربهم بالتدريب ونشوف مع بعض اي واحد البلوز يا حلوين. نجي لهون عمل تدريب ونشوف شكله. طب شباب والله الصراحه شكله كثير حلو. تمام رح ندخل هلا بعد ما ندخل التدريب شباب نعمل هيك طله سريعه مع عن السكين. رح نشوف الجزء جزء من كل مكان لهذا السكين، فهمتوا علي شلون؟ هيك لنشوف الوضع شلون حبيبي. والله اوكي عندنا هذا السكين اول واحد شباب هو يعتبر ارخص واحد صراحه شباب. صراحه يا جماعه صراحه دائما السكنات الرخيصه بتكون باللوس. ولد باللوس 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 حلو. طبعا هون ايش لاحظنا عليه؟ انه في قبعه وقناع هيك مثل روبن هود ولا ما اعرف شو. وعندنا هذا الجسم صراحه نشوف شكله باللعب. نصبر ناخذ شيك على السريع. نجي لهون نشوف الون تابات شلون شغاله معلم ولا مو شغاله بهذا السكين. هات لنشوف هات لنشوف ندخل لهون لنشوف حبايبي. والله ليتس جو اوكي. نجي لهون نشوف الوضع معلم شلون. نجي نشوف من هون نشوف مين في هون نشوف من هون. ايوه وال وين 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 رايح هذا رايح وين رايح لوين معلم لوين خيو لك تعال انا اخونا معلم حبيبي. والله اسطوره يا برو. يلا خليه معلم خليه نجي عند هذا معلم نشوف وضعه معلم. ليه ليه ما عندي معلم وال نوتا او كله احمر معلم باللوس. طبعا شباب انا قاعد عم شوف قلت لحالي هل يا ترى هالسكنات يعني بس للشباب ولا شو؟ لا والله شو حبايبنا هالسكنات للبنات كمان بنفس الوقت يعني ايش باللوز مثل ما انتم شايفين حبيب. اوه حرباء الفضائي قول لي الاخضر والله على البنات يعني طالع كمان ايش باللوز صراحه. اوه شو هذا شو الافكت معلم ما بيطلع هون ول بيطلع اشياء شباب يعني كل واحد اوكي باللوز يا حبيبي. بما انه هذا يعني هيك اللون الزهري ما زهر يعني خلينا نجربه على البنات باللوز. هذا نعمل هيك حبايبنا نعمل له هيك حسنا بما انه يعني لون زهري يعني بدي اشوفه على البلد ايش باللوز. هات لنشوف نجي من هون نطلع من هون وندخل على التدريب ونشوف شكل سكن البنت. هلو يا سلام يا سلام سلام يا سلام يا سلام اشي تمام مرتب حبايبنا. طبعا تقييم هذا الحاضر شباب يعني تستحق الرتبه من 7 إلى 10 يعني صراحه ايش باللوز. ونحن الشباب اكيد لاعبين فري فاير معلم مركزين كلياتكم على حاضنة الكريمه اللي راح تنزل ان شاء الله يعني بخيله شوي رح تنزل حبيبي. والله باللوز ايه معلم خلينا عم نحكي يا زلمه. والله معلم ما يخلوني احكي يا اخي طول بالك معلم. هات معلم شلونك هلا حجي. ويلي 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 اوه طبعا شباب لابق كثير على السكن لابق كثير على السكن الوردي هذا ولا قول لي يا حجي علم علم. وين ما يموت اخونا ما يموت شباب اخونا ما بيموت. تعال انت بتموت ولا ما بتموت؟ بتموت ولا ما بتموت؟ انت بتموت ولا ما بتموت معلم؟ ايوه بتموت ايوه كده يا معلم. اوكي بما ان حصلنا على هذا وهذا حبايبي مثل ما انتم شايفين رح نجيب نجرب هذا اللون الاخضر معلم. طبعا شباب بعرف الاخضر لاعبين كثير بيحبوا هذا اللون يعني يخليك تحسسك بالطبيعه والناتشور وكله مع بعضه معلم اشي باللوز. هذا ندخل لهون نجي لهون ندخل على التدريب ونشوف هذا اخر واحد يا جماعه. اوكي بلشنا معلم بالالوان يعني السكين الثالث شباب يعتبر بلشنا نشوف الالوان تطلع واشياء افكتات اكثر فهمتوا علي شلون. عندنا عم نشوف الحشيشات وما حشيشات تمام تمام باللوز نايس نايس. هات نجي لهون
يعني ناخذ هالمره ناخذ ام بي 4 شباب بربره ندخل بربره نشوف الوضع معلم كيف شكله باللعب. انا دائما شباب دائما هيك يعني دائما بعمل جيب سكين بدخل على تدريب اشوف شكله باللعب شلون شلون حركاته وشلون هيك اموره تمام تمام بتكون ولا شلون. اوكي وين لاعبين شكله معلم نايمين ولا شو الوضع حبيبي والله قل لي اوكي بعد 30 سنه شباب راح تطلعوا اللاعبين معنا الفرد مره. اوكي عندنا الخمس لاعبين نشوف معلم شو الوضع فيك. كيف بيموت بيموت اخونا يا جماعه انت بتموت ولا بتموت خلينا نشوف والله تمام معلم الاخضر شوف شعراته حد قال له لون شعراته ليك ما كان له شعرات وين باللوز يا برو ويلي 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 اوه دام. والان شاب حان الوقت للسكن الاخير شاب اللي هو يعني التوب توب معلم مش بلو طبعا حاولنا نجيبنا التوب اب تمام هيك بكون عندنا الاقنعه لازم شاب لنجيب السكن الاخير حبيبي والله على هون اعمل له استبدال وايشي باللوز يا جماعه هيك بكون جبنا السكن الاخير حبايبي ندخل نجربه ونشوف وضعه كمان هو كمان شوف الشكل طبعا شاب انا يعني انا راح اقول انا افرجيكم قناة تدريب شباب خلينا ندخل على التدريب ونشوف الام بي 40 معلم ايش باللوز كيف الوضع تبعه معلم هات لنشوف اوه لا 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 هيك معلم دخلنا على عالم ثاني دخلنا على نار ثاني نار وشرار معلم ويل 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 شوفوا شباب والله الافكت يعني عن جد فيه افكت عن جد صراحه باللوز هذا شو معلم اكيد رح يطلع له افكت معلم بيطلع له كم شعب بيطلع حرباي ولا حيوان ولا شو جايبي بسنايبر عم يدرب سنايبر معلم صورة اخوي جيب يا جايب سنايبر يا زلمة قول لي اه لا 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 هيك معلم الشباب متحمسين كثير نبربر هنا شوي هذا هيك نبربر هذا كمان معلم جايب لي شوت جن طويل اي بلوك ماوس لا حنبوك لا او ماي جاد تعال هون يا برو تعالوا نشوف وضع بستنى الحرباية هي مالك في حرباية بتطلع ولا تمساح بتطلع من جسم اللاعب قول شوي ليش ما بتطلع ها قول لي شفتوا معي كيف شباب شو كيف ضرب الافكت شوف الحربايه طلعت جاي وراي معلم بسنايبر ناري وش عم بيصير هون؟ شو عم بيصير معلم؟ خرب وشرار خرب نار وشرار يا جايز ويلي 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 وين عم بيصير معلم؟ وين اطلع؟ وين مكان الخروج؟ وين طلعت انا عايش حبيبي والله يا سلام عليك يا صاحبي حتى نجي لهون شوف هلا بالشباب لا حتى الغرب ايه لا شوف الحربية اوه ما لحقت حقت حالي معلم بط شوف الحربية والله ما شو اسمها حربيه ولا شو يا جماعه والله العظيم ما اعرف اوكي لا تقول لك للشب نطلع من هون سو ليديز اند جنتلمان الله يسعد لي اياكم يا اساطير هيك بكون تم مقطعنا اليوم شباب ان شاء الله استمتعتوا معنا عفوا دقيقه لهذه الحاضنه يا اساطير بصراحه انا يعني منتظرين حاضنه الكريملين يا جماعه امتى رح ينزل شباب يعني حبيبي والله ايش باللوز لانه نزل بسكنات لا لا انتم ما راح يلاقوهم سو شوفكم على خير شباب شوفكم على اللايف ستريم ان شاء الله من بعد ياكم سعيد رابط البصوص تحت بالوصف شباب على الفيسبوك السلام عليكم نلتقي من جديد.